الرجل المصري يعني انا مش عارفه، انا سمعتها قريب انه بيقولوا عليه انه هو اثر من الاثار وكده، انا مش عارفه بصراحه حقيقي لا لا، بعيدا يعني. عن لا ده الاثار. فاصل كوميدي. بالظبط كده يعني يعني. ده انا ما احب اتفرج على توم وجيري يعني. ده يعني خلينا نركن لا، ومن الجزئيه بتاعت هنا توم جت وجيري. يعني ابتدت الناس تتكلم زي ما قالت سهير في السوشيال ميديا وكده. يعني هو الرجل فيه كويس وفيه وحش ولا ايه؟ ايوه احنا ظالمينه، احنا مش عارفين نقرا الراجل كويس، يعني احنا عموم الستات الرجل المصريات المصري. مش عارفين نقرا الرجاله زي الستات اللي مش مصريات، اللبنانيات، السوريات، لا ما لا اعتقدش مش كده، عارفين، لا الاجانب. لا ما اعتقدش كده، طب ليه لا. هما بيقولوا عليه ان هو ما حصلش لسه واحنا بنقول ان هو خلص وانتهى صلاحيته؟ هو لسه ما خلصش، لا هو لسه يعني على وشك انتهى في ناس الصلاحيه. كويسة كتير، لا يعني طبعا على حسب في كل ناس واحد وليه كويسة رايه. كتير، بس يمكن النماذج اللي بنشوفها في سيدات كتير والرجل فعلا ما بيديهاش حقها، سواء بيمنعها من الشغل او بياخد فلوسها او بيتجوز ويجيب ولاده وبعدين يسيبها، احنا بنشوف حاجات من دي كتير، كتير. فعشان كده بتلاقي عندنا السيدات طب بتقول ليه هما كده، ما بيشوفوش ده؟ لان هما ما دخلوش في علاقات اسريه معاهم، يعني هما بيشوفوهم كده بس كمنظر، او يمكن اطول أو فترات زواج. محظوظين بنوعية رجالة مختلفة، صناعة يدوية كده، لكن غالبا هو مصنع واحد بيجيب الأغلبية منهم، فبيبقوا نفس الشكل، نفس التصرفات، مش انا نفس هقول حاجه الشكل. بسيطه عشان ادي يعني ضيوفي ليه كمان. سهير بتتكلمي كده حبيبتي؟ ليه؟ انا ايه اللي اسف. وصلك لكده؟ ده انت كنتي كويسه. عيط. انت عارفه اصلا انا انت اتعديتي ولا ايه؟ اتعديت من ما فيلم. تقعديش على كنبه واحده مع مفيده خالص. يعني يا سهير انا عايزه اقول بس ان الرجل المصري ده نتاج ايه؟ نتاج سيده، طبعا هي انا اللي معاكي ربته، تماما، هي اللي ربته، طبعا هي السيده نجحت في تربيته ولا ما نجحتش، طبعا زائد التربيه في الظروف المحيطه، في ناس لما بتتحط في ضغط معين ما بيعرفش، يعني ممكن يسرق، ممكن يرتشي، ممكن كل الحاجات دي، وبيبقوا ناس متربيين. لكن عايزة أقول في الآخر إن السيدة أو المرأة هي اللي بتقدر تتحكم في الرجل، يعني ده أنا مقتنعة بيه اقتناع كامل يعني. نعم. طب يعني أستاذة طبعا نيلي، الراجل بقى ايه، كيوت. ماله الراجل المصري؟ عايز اعرف ايه حكايته، احنا ظالمينه ايه حكايه في ايه؟ قولي يعني. لي، برنامج زي هل برنامجنا، انتي انا هقول لك، احنا برنامج زي برنامجنا بنقول لا الراجل صعب وفظيع. في برنامج تاني في احدى المحطات مثلا، او فنانين ممكن يعملوا حوار يقول لك الراجل المصري ده مظلوم مع الست المصريه. طب الراجل، والست المصرية ما بقول لطيفة؟ مظلوم، اما بقول لك، هو هي بتقول ان الراجل المصري مظلوم مع الست المصريه، فاحنا كستات مصريين عايزين نرد ونقول احنا ظالمين الراجل يا نني. انتوا ظالمينه جدا جدا جدا. اولا الراجل المصري ده من نفس النتاج بتاعي، الست اللي ربته زي الست اللي ربتني، احنا الاتنين ثقافة واحدة، نشأة واحدة، لازم. ماله الست؟ بس الست ربته على ثقافة الطاووس مين قالك؟ والأنانية. مين قالك؟ طب اتكلم، رويه، خلينا نضحك رويه، شوية يا انت سوس. رويه ازاي يا ناني؟ باخلاقك. ازاي بقى انت عايشه مع واحد تحت سقف واحد؟ لو لقاكي ممتازه هيكسف من نفسه، انما لما النديه والتناطح والطريقه دي زي الزفت.